اهلا وسهلا يا ام مي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه ساره؟ اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي يا ام مي. ماشي، انا قلت اسلم على حضرتك واكلمك. والله ربنا يخليكي، والله ربنا يكبر. لو سمحتي يا استاذه ساره، بس ممكن اقول لحضرتك حاجه؟ اتفضلي. طبعا. لو افرض انا ما عنديش سؤال وعايزه اسلم على حضرتك. يا حبيبتي ربنا يخليكي يا رب. تسلمي. تسلمي يا ميدة، يعني فوق راسنا والله. الله يخليك. ربنا يخليك يا حبيبتي، كتر الف خيرك والله. بس مفيش سؤال؟ اكيد في سؤال. لا يعني لو يعني بعد كده مخصوص. لو بعد كده يعني عايزه اسلم يا على حبيبتي. تنوري طبعا، تنوري يا ماما. ربنا يخليكي والله، ربنا يكبر بخاطرك. والله الناس جميله والله، يعني ربنا يبارك لهم يا رب. فنكمل بقى فكره ان يعني المعنى والمغزى منها اللي هو مش عايز، مش هتعرف تعدل، اتجوز براحتك بره، بس خالص هنا اعدل. بس ديت ده حقها الاول لو عاوزها. بالظبط. نيجي بقى لجزئيه مهمه قوي، فكره الميراث. دايما بيتقال في الاذهان ليه الراجل ياخد ضعف المراه او الست ميراثها نصف الراجل؟ هو عند الميراث ونتوقف. لان المراه لا تاخذ نصف الرجل. بل تأخذه أفضل من الرجل. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. 30 موضع في القرآن الكريم في الميراث المرأة تأخذ أكثر من الرجل، وأربع حالات المرأة تأخذ نصف الرجل، تأخذ نصف الرجل، وتسع حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل. طبعا مش هنقوم بالتفصيل لأنها يعني تحتاج إلى متسع وحلقة خاصة. تمام. لكن أنا عاوز أذكر الناس أن الله تعالى لم يظلم المرأة في الميراث. ده احنا يدوب قرأنا الآية الأولى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وخلصنا على كده والناس قال بس انتهى الكلام. ده المرأة الرجل بياخد أكتر من المرأة مرة، يعني بياخد ضعفين أو الضعف. لا لا خالص، هم أربع حالات، أربع حالات فقط. و30 حالة تزيد المرأة، والتسعة يتساوى فيها الرجل مع المرأة. طب في حاجة كمان، الميراث قسمه الله وشرعه بالعدل، مفيش كلام، لم يكن للبشر دخل فيه. الرجل دايما كده على طول في الميراث، في مسائل الميراث عندنا في الشريعة يأخذ حاجة اسمها الباقي. الباقي انت بقى وما يتبقى أقل من السهم المفروض. يعني إيه؟ مثلا المرأة لها النص مثلا في شيء إذا كانت بنت، ويرد عليها الباقي لو ما فيش حد معاها يرث، يبقى تاخد الباقي كله، يبقى كأنها خدت الميراث من أبيها كاملا مش النص بس. تمام؟ تمام. أحيانا الراجل يجي في الآخر فيقول له كده لك الباقي، الباقي ممكن يطلع أقل من السدس أو التلت أو الربع أو التمن، وتبقى المرأة لها سهم مقدر شرعا في كتاب الله اللي هو الثلث أو السدس أو النصف أو كذا، مقدر في كتاب الله قولا واحدا. يبقى المرأة، يبقى حضراتكم أعلى منا في الميراث حتى لا يظلم الدين ولا يظلم القرآن. فهي فيها مواطن كثيرة ومواضع كثيرة. طبعا المرأة تعلو الرجل في الميراث، وأنا بقولها بكل وضوح، وأي حد يتكلم بدليل. المرأة عظمها الله في القرآن، ولها أكثر من الرجل في الميراث في 30 موضع في القرآن الكريم.